Let us know if there are any other Resident Evil games you want remade. Oh yes, هاي سؤال. هاي سؤال. هي احكي لنا إذا في ألعاب حابب ينعملها ريميك. Of course. Me. Me and مش عارف اكتب. Me and the whole geeks community are eager and are eager for Resident Evil Code Veronica Remake and Resident Evil Outbreak. صح؟ صح؟ أنا وكل مجتمع الجيكس نتلهف إلى Resident Evil Code Veronica Remake and Resident Evil Outbreak Remake. بك حسان نهبلت الدنيا بديش ألعب. صح؟ Finally, please let us know any options, comments you may have about the activities on the Resident Evil portal site, the ambassador program. ما عنديش اشياء. If you have an ambassador ID, please enter it to receive ambassador points. Oh yes, دقيقة. استنى هلا بعطيك الـ ID. لا 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 لا. أعتقد إني حاطه على جنب أنا ولا لا؟ حبيبي اعمل اوتو لوجن، تخلينيش احط باسورد لاني مش حافظه. يس. قديش حتعطونا بوينتس؟ الي 20 سنة بجمع بوينتس، لساتني انا سيلفر فضي والفضي تبعي صدى. صدى. البطاقة الفضية صدت. خلص حولونا ذهبي هلكتونا ولا حيحولوني ولا هذا. فضي قال. على فكرة ولا بيزيد اشي قاعد يا سيدي. وين بيكونوا هم ال... هيو. خد 1 2 3 4 5 5 4 3 8. ديش. Thank you for cooperation. اسمعوا اسمعوا، خلينا نحكي جد، خلينا نحكي جد. الاستبيان الرابط تبعه هيو في صندوق الوصف تحت حطيته، رجاء شاركوا فيه لأنه آخر جزئية فيه كتير مهمة. سألين إنه شو الألعاب اللي بدكم ينعملهم ريميك، بالله تشاركوا فيه وتحطوا شو اللي بدكم تحط، يعني شو الأجزاء اللي بدكم ينعملها ريميك. رجاء تحطوا كود فيرونيكا وآت بريك، حطوا اللي بدكم إياه بس حطوا هدول التنتين معهم. رجاء كود فيرونيكا وآت بريك، رجاء شاركوا في الاستبيان لأنه أوكي أول الاستبيان جزء تمله شوي لأنه الأسئلة العلاقة بالموقع مش عارف إيش، بس آخر جزئية مهمة. هاي الرابط في صندوق الوصف، خذوه احفظوه كوبي بيست اشي، اعملوا الاستبيان هلا خلال الستريم ضروري لانه كتير باخده بعين الاعتبار هذا الموضوع كتير. لا شو دخل داينو كرايسس؟ بيحكوا على ريزيدنت ايفل مان، ما دخل داينو كرايسس. بس مرات كابكوم تعمل استبيانات عامة مش بس ريزيدنت ايفل مرات، فإذا أعتقد في مرة من المرات حطينا داينو كرايسس ولا لا؟ بتذكر إشي زي هيك، بتذكر إشي زي هيك. طيب أصحاب الجميلين يا حلوين، خلينا نوقف هذا. لا تنسوا اللايك.
فاروق جاي بالآخر كالعادة. ضحك. استبيان على ريزدنت ايفل يا فاروق. كتير مهتمين في موضوع الموقع. دقيقة بس أبعد عن الشاشة شوي لأني كنت مقرب. بيسألوا على الموقع تبع البورتال هذا، بيسألوا على residentevil.net، يعني الأشياء اللي عالسوش على حسابات السوشيال ميديا تبعتهم مركزين على هدول. بس آخر آخر إشي حاطين شو الأجزاء اللي حابب ينعملها ريميك. أوه على طول حطيت كود فيرونيكا وأوتبريك، عشان هيك بأكد على موضوع المشاركة في الاستبيان، لأنه باخده بعين الاعتبار. مان شركة رائعة هاي، بتوازن بين أفكارها الجديدة والفانز. Please do it. اوكي ايش بدنا نعمل هلا؟ بدنا نشغل بلاي ستيشن 5 صح؟ يا اصحابي اشتغل. طالع الصوت عندكم؟ اوه بس مش طالع الصورة. هلا طلعت. طولي بالك لعبة داخلة بالحريق. انا على صدري كلير وايدا. هاي ايدا بخزق لها عينها. هاي عمة ايدا والعمة كولير. خاف عبد الرحيم. لك يسعد عبد الرحيم ونورا 05 ومين في كمان تاكو جيم. اصحابي الجميلين لا تنسوا اللايك الله يسعدكم، ولا تنسوا انه اليوم الستريم برعاية حبيبنا وليد كويت مستر اوناجي عاشق فريندز فلافل حمص تبولة جل على البلوزة الثانية. هيا الله صالح وانت بتستاهل كل خير الله يسعدك. هلا عنيسي جل في البلوزة الثانية قاعدة لحالها. هديك جل متربع على حالها على البلوزة، دير بالك. هاي اللعبة انا عم بسرح قاعد في الاستبيان. هاي اللعبة اسمها شيم ليجاسي. مفروض لعبة رعب. الوحي تبعها كأنه اوتلاست، فشكله راح نركض. ليتس جو مان. عم بلعبها على البلاي ستيشن 5. المطور لما تواصل معي قال لي نبعث لك الكود على البي سي ولا على البلاي ستيشن. قلت لهم بتعرف ايش؟ زمان ما شغلت البلاي ستيشن. عطوني كود للبلاي ستيشن. Are you sure to start? يا صادق. جاهزين؟ Are you ready? أنا اشتقت للبلاي ستيشن. لا بس راح نهريها البلاي ستيشن إن شاء الله بس تنزل فاينل فانتسي 16. روزي! مامي! روزي! Daddy's coming! كلمة دادي ناقصها كمان دي، في غلط في الترجمة. في غلط في الترجمة. روزي مام روزي. هلا واندرينج ديد. هلا انفال. جيل از ذا كوين، ذا كوين اوف اول ار اي يونيفرس. انا متحمس للفيلم عشان نشوفها جيل فالنتاين. او من اولها دماء مشعه. Had another seizure. Another seizure. نوبة أخرى. طبعاً موضوع الجليتشات ما تفكروا إنه عشانني أنا بلعب على كونسول معناته ما في.
في خافوش. متذكرين God of War؟ الجليتش اللي صار في God of War كنا 3 او 2، الكل حكالي وقتها اللي حسان ايش هذا، بعمره ما صار عندنا جليتش. انا عندي كل حاجة غير، بس كنا فيش فيها دول سنس اللعبة هاي. هو المطور مبتدئ، ديروا بالكم الاستوديو مبتدئ لسه جديد، بقول يا الله اعتقد هذه اول لعبة لهم، فيس ناخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. انا مش ظاهرة عندي القلوب، مش عارف ليش الاو بي اس مش مبينهم عندي، عاد قبل فترة كانوا مبينين. There's a village nearby. There's a village nearby. قرية قرية. طب انت المفروض بتركض ولا لا؟ ولا مش هلا؟ طيعتوك سبب للركض. الاعدادات بسيطة جدا يا اوس. الاعدادات ابسط من البساطة. توجل سبرنت، سنسيتيفيتي، هاي فوليوم، الجرافيكس، الجرافيكس بس جاما. هات نزيدها ندفع عشان اليوتيوب. كنترولز، ذاتس ات. شايف البساطة؟ في ابسط من كده؟ في ابسط من هيك؟ كنا اجت كمان نوبة، هذا another I had high hopes for you, but you became a plague. To yourself, to this village. It's the father's duty to guide his children. If one starts to act unruly, father has to punish that child. After all these years, you're still that scared little kid. What? Are you nuts? You don't make any sense. Don't talk. قال له كنت معلق عليك آمال كبيرة، بس انت صرت طاعون لهذا المكان. Am I hallucinating? واجب الاب انه يؤدب اولاده، بس انت لساتك هذاك الطفل الصغير الخائف كنه بعرفه. بقول لك انا ايش عم بيصير فيي، عم بهلوس يعني؟ هذا زي اللي فاقد الذاكره، وهذا اللي وقف قدامه بيعرفه شكله بريست في كنيسة. هلا عبد الله، هلا فومي. ان شاء الله دوم يا صالح، الله يسعدك. This place is starting to freak me out. I know this place. God, my memory is hazy. فاقد الذاكرة. بقول لك أنا حاس حالي بعرف هذا المكان. Hide.
يا سلام. هاي أول إشي بشبه أتلاست. Who's doing this? شايف يا جولدن؟ بحب أبث تقريبا بشكل يومي عشان بحب أقعد معكم. طب انت ليه مش عم تركض؟ لك حي الله عمودي، لك يسعده عبد الرحيم، احلى حسان لاحلى حبيب الملايين، وكو احلى عبد الرحيم، احلى منتسب في البي اس اي. شكرا يا جميل، يسعد عبود، يسعد من جدد انتسابه في البي اس اي اي تيم. ريحني واركض. او واخيرا شفنا احد سكان القريه، شكله عايش ونشيط. اغلبك May God help you so. No, what the hell? Oh, yes, please. These poor refugees have no idea they're walking into. What they're walking into. I've seen them go missing and it's no coincidence. More and more strange things have been happening in Wakefield. I talked to Jack the Butcher about it. He said to me, Peter, who cares? As long as you have a home and food to put on your family's table, right? Even if that's what everyone's saying, I don't think it's okay. Wakefield is starting to feel like a cursed town. I don't know if I heard right or not, but when I was dropping off an order at the carpenter's, I overheard some men whispering about a sacrificial ritual. What if something happens to my family? Things are getting out of hand. I'm going to tell Father George about it. Peter Parker. Spider-Man هذا. بقول لك هذول اللاجئين المساكين مش عارفين هم رايحين فين. مش عارفين هم بإيش راح يورطوا. لقيتهم بيختفوا مرة تلو الأخرى، وأشياء غريبة عم بتصير في منطقة ويكفيلد. حكيت مع جاك الجزار بخصوص هذا الموضوع، حكاله بيتر انسى الموضوع، مش في أكل على طاولة أهلك، خلص اسكت. حاسس إنه ويكفيلد صارت بلدة ملعونة، ما بعرف إذا سمعت صح أو لا، بس سمعت إنه رح يتم عمل طقوس تضحية، ممكن أهلي أو عائلتي يتأثروا، الأمور عم تخرج عن السيطرة. رح أروح أحكي للأب جورج، شكله الأب اللي شفناه قبل شوي، اسمه جورج. بس يا أغراب شوش، شكله موضوع الركض هذا حيصير لما روزي. What am I saying? That's my daughter's name. بنته اسمها روزي. انصدم من حاله لما حكى روزي، بقول لك انا شو بحكي قاعد. روزي ستوب بليز نو روزي. ران ايثان. Worthy is the lamb that was slain to receive power, riches and wisdom and strength and honor, glory and blessing. بيصلي قاعد، بيصلي riches and wisdom and strength and honor, glory and blessing. Oh,
هولي دير قاعد بتعبد. Were these the men that were slain to receive them? What the hell am I saying? Why do I keep elaborating this? مستغرب من الكلام اللي هو بحكيه. Shit. مش عارف حاله انه شخص متدين ولا. Wait! Don't! No. اركض! ما لها هذه الحرمة؟ ايش بها هذه الحرمة؟ اتفو عليك يا بنت الفأس. حتى ركضته نفس ركضة Outlast. First that monster and now a crazy woman. What the hell is going on here? استغرب من حاله انه قاعد بتعبد وبصلي. يعني هو شكله كاين مسيحي متدين. بس انتو خدعتوني حكيتولي اكبس مربع عشان مربع للزحف دائرة للقرفصاء. انزل عليه بالكوع. What's wrong with him? It looks like he's possessed by something. Possessed? الزلمة ملبوس بقول لك شكله. انزل عليه بالكوع. شايف يا عبد الله وانا كمان. شكله اللعبة رحلة استرجاع ذاكرة فنونس. مركز ولا بس حنخرع. شكرا على اللايكس. He wasn't there, but his wife and daughter are dead. He can't run away. He'll pay for what he's done. We'll get him. We'll get him. He can't run away. Don't worry. We will. قال هو هرب بس مرته وبنته قتلناهم. بيحكوا علي؟ Damn. Okay. Interesting. Let's go. شكلها هادي Outlast 3. شو الصوت؟ بدي اعمل سبيشل؟ ايش فيه؟ في صوت؟ low sound, moderate sound, high sound. Villagers perceive you by sight and sound. There are three levels. It's coming this way. I can't be seen. انا ورا الشجرة. شايفني؟ يلا بتشبه مايكل مايرز. اخلص. هلا بشاير. ايش هادي عشانكم اصلا انتم مش فاهمين. طلع كل التعليقات. حسان كيف بتموت الشخصية؟ حسان فرجينا العنف اللعبة. فقلت خليني خلص يعني رضخت
وقلت خليني افرجيكم حق علي. بس ما بتحركش. طيب He's coming this way. I can't be seen. اوكي انا حسيت حالي مشيت. اوكي انا وين؟ انا فكرته بيمشي. عشانكم الحق علي. ما بدي اركض ليلحاني بعدين بيموت من ضربة. هيعمل سيف. عمل سيف. طب انت بتتحرك ولا بتتنح؟ تخرب بيته خدعني يا كلب الفنونس. ممكن تمشي لبعد الباب عشان اتخبى يا أبقاب. ممكن تمشي لبعد الباب عشان اتخبى. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك مرة تانية. فكرته بده يلف ظهره. بنقدر نشوفه من فتحات الخشب ولا لا؟ ها الحمد لله صوت إجرام بين. أشتم رائحة خوفه. هادي انتو مش فاهمين، كله محسوب، كله محسوب ومخطط له. هادي عشان ايثن، هادي عشان ايثن والجيفت سب حقت ايثن. وك احلى فايف جيفت سب من احلى عمو ايثن. هاي عشانه، انتو مش فاهمين عشانه. انتو مش فاهمين. بس فاكريني اني مش عارف العب. ها عشانه اول ما اجا قلت خليني افرجي الموتة حقت هذا. بعدين خشيت بالحيط الرسمي انا. لو رحت شمال كان عديتها. بعدين سبايدر وومن. اي اوه وقعت على ووتر. لحقها. حلوة الترقيعة. سيد من رقع. أما عليها أما عليها حتة صوت إشي بجنن. عيني. إشاعة يا كينج. أنا شفت الإشاعة هاي ريميك فاينل فانتسي. يلا يلا يلا. أنت متحي؟ بس في كتير زيك ولا لا؟ حاسس حالي بدي أزيد ال هذا شوي. Yes. هذه إشاعة بس إن شاء الله تصدق لأنه من أحلى الأجزاء. زيدان وداجر
وفيفي من أحلى الشخصيات. فيفي قصته بتحزن. فيفي الساحر، ليش ما تنزلنا تسريبات ون بيس؟ وأنا بحضر ون بيس أصلاً، بحضرش المسلسل أصلاً، أنا بعرف إشي عنه. This place feels familiar. I've been here before. This place feels familiar. I've been here before. My head hurts. Shut up. Don't want to hurt you. It's not my fault. Shut up. These voices. Who are they? اسم شخصيتنا ويليام بيحكي I don't want to hurt you. Shut up. كاين يعذب الناس هون هذا. The door is locked. Pick up. عمل سيف. أحلى إشي الأوتو سيف. بجنن. A cane. It's mine. I'm sure of it. هاي العصاية إلي بقول لك. أخذت شف شيفمنت. أخذت شف شيفمنت. True successor. هاي العصاية بقول لك هذه إلي أنا متأكد. راي خرب بيته شكله أبصر شو مهبب بحياته هذا. What؟ لا تقولوا ليش اللعبة فيها ماجيك؟ أنا بحب الماجيك، أنا عشق الماجيك في الألعاب، بس مش في ألعاب زي هيك، تقول ليش بدي أعمل لي واه تلج ونار و... لا رجاءً الألعاب زي أوتلاست وهيك والرعب بتعطيش فيها ماجيك، لأنه بتضيع يعني لا زي هذيك هوم سويت هوم 2 لما صار فيها ماجيك و حل عني. أيوه أعطوني هيك أغلبكم، بدي من هذا كتير. شايفين هذا؟ بدي منه يعني قص 10 قص 20 ضاعف ضاعف ضاعف. انا عايز من ده. بديش سحر، ما تقوليش العصايه هاي بدنا نقعد نسحر وحل عني. حتى لو بدك تستخدمها لستون ولا ايش بديش. دورس فلافل ان شاء الله. لا ابراكادابرا ابراكادابرا دبور اللي يقرص بدناش. استنى الاصوات هاي زي تبعت مورتال كومبات. هو ركب عليها ايجل ميداليان. روتيت. فيش فتح. Something has opened. ووو روتي هاب. او يا هذا شعارك من الطائفة ولا الناس اللي هون. كلايم. شكلها مش بطالة. أتمنى بس الجزء الأخير أو الجزء الثاني من اللعبة ما يكونش هبل. Box of matches. علبة أعواد وكبريت. صحيح أنفال، بس أنا جايني فايبز أوت لاست أكتر. هذا الباب فتح على الشمال. أوكي. طب إذا موضوع العصاية هذا زي المفاتيح، أوكي هيك تمام. It's okay. ليش سحر ومش عارف ايش. Something has been opened. To the left, to the left. افتح الباب اللي هون to the left. ما بحب المغنية ولا حتى اغانيها. To the left, to the left. Pick up, pick up. This is the third night I'm following them. I have everything written down in my journal. I have seen them pointing symbols, painting symbols with blood. They do all sorts of unholy shit.
I can tell they don't pray to the Lord. If you find my journal and there is no sign of me, run! Run as far away from this village as you can. We moved all the way up north to get away from the war. When I heard about Wakefield giving shelter to refugees, I should have known it was too good to be true. Something does not feel right about Wakefield. They say John stole some cash and ran out with a horse. But how can my brother live without saying a word to me? We were drinking the night before he disappeared. A man that drunk wouldn't even be able to go to work the day after. Let alone fleeing. They are covering up something big and I will discover it. John would never run away and leave his family. هاي وحدة كانت لاجئة هربت من الحرب اتجهت لهذا المكان لأنه كان معلن أنه ويكفيلد هو مكان يستقبل اللاجئين فهي حست أنه في خلل في الموضوع في إشي مشكوك يعني بأمره بس فيش عندها أي خيار تاني عشان تهرب من الحرب لما إجت هون بتقول لك أنه الناس اللي هون برسم قاعدين رموز بالدم ما بعبدوا الإله بعدين أخوها اختفى ولما اختفى سألت عنه قالوا لها أخوك جون سرق فلوسه وهرب أخذ حصانه وهرب بس هي مش مصدقة لأنه بتقول إنه ليلة مبارح كنا قاعدين نشرب وبنحكي ومستحيل واحد بحالته لأنه سكر مستحيل حدا بحالته يقدر يهرب يعني في إشي عم بيصير هون وبدي أكتشفه طيب أنا أخذت أعواد ثقاب. Should I burn something? شكله لازم أحرق إشي. أوه هذا جون. طب احكي معه. Hello. شو قلة هالحياة هاي؟ مش بحكي معه قاعد ليه بردش؟ خس. راحت التربية خلص. او هذا اشي هون اوكي يعني ساكن هاللعبة بتقول لك انه رح يكون في الغاز والله اعلم وال بس ليش رايح له Sometimes William gets the opportunity to defend himself against the villagers by using the cane او بيقدر يدافع عن حاله بالعصاية هاي العكاز اللي معه عشان دافع successfully you must move the icon toward the big circle and tap the shown button until you succeed by doing this a couple of times two buttons will be shown on the screen hold these buttons together and William can throw the enemy aside and run ران ويليام العمى فكرته ما لحقني في حق بقى after a successful defense you will experience a panic attack ما هو panic اجته حالة panic in a panic state your vision becomes blurry and if you are attacked by another villager it means certain death to cure yourself from this state you need to find a tranquilizer potion بدنا مشروب مهدئ أن لما حدا يمسكك وتدافع عن حالك تدخل في حالة صرع توتر بانيك لازم تشرب مهدئ أما هو أخذ أول
بس يا بنت مارجريت، شو اسمك؟ نفرتيت؟ سعاد الفتفيت؟ من طلعت من الحيط؟ خرب بيتك. جون، ايثن، ويليام، خرب بيتك. ولا ولا he's in the barn. اركض حريقة ولا Amy. Rosie. No. Where are you? Damn it. Rosie's dead. Father. Where are you? What is this shit? Another token from that crazy preacher. Father. I have to get out of here quickly. أبو هذا اسمه مستر سميث، أبو ويليام. قول له هذه هيك جائزة تانية من هذاك القصيص. حبيت حركة الدفاع. ديروا بالكم مش دائما ها، بقول لك في بعض الأحيان بيقدر يدافع عن حاله. يلا ولك خلاص هاي الأصوات، ولك الصرع اللي يصرع عمتك. كلهم بالحقوق مش بس هو. هو صوتك عالي بقول لك. مسكر الباب اصلا، فكرته مفتوح باب البيت. كلهم بالحق بدهم يقتلوه. This village is doomed. Where is John? I found a journal soaked in blood by the abandoned mine. Most of it was no longer legible. What I could uncover was something about secret midnight meetings and a ritual by the graveyard. The villagers don't seem to care. One by one, people are going missing, but no one seems bothered. The strange thing is, the ones who vanish are refugees. I say we refugees must flee this damn village. This is no shelter. They can call themselves whatever the hell they want, but they are devil worshippers. Last night, I saw Mr. Smith meeting a couple of villagers by the graveyard around midnight. I couldn't risk following them to the catacombs, so I hid outside unobserved. A man was screaming in pain, crying and begging for mercy. I swear to God, it was Jack Norman's voice. First his brother John, now him. When he vanished without saying a word,
النوتة اللي قرأناها قبل شوي من واحد اسمه جاك، مش أخت جون، أخو جون اسمه جاك. هذا بقول لك إنه أنا كنت جنب المنجم، واضح إنهم هناك بيعملوا لقاءات في نص الليل وبيعملوا طقوس في المقبرة وعم بخطفوا قاعدين الناس، بالتحديد اللاجئين، واللاجئين عم بيختفوا. امبارح سمعت مستر سميث اللي هو شكله أبو ويليام بيحكي مع اثنين من السكان تبعين هاي البلدة عشان يروحوا في المقبرة بالليل، ما قدرت ألحقهم لمنطقة القبور. سمعت زلمة بيبكي وبيعيط، أنا متأكد إنه هذا جاك. في البداية أخوه جون، هلأ جاك، يعني اللي كتب النوتة قبل شوي راح. شو مكان الوضع؟ فهو متعلق بعائلة سميث، شكل عائلة ويليام، شكلهم بيديروا طائفة مظلمة في ويكفيلد. بدي أبعد عن الزجاج أنا. حيا الله رويلي واتساب رويلي. أوه ايش موف ماوس؟ ايش ماوس؟ انا بلعب على البلاي ستيشن. ماوس ايش؟ There is no mouse. كلهم نسيوا بالبرمجة انهم يحطوا موف انالوج ولا او ماي جاد. يما بسم الله. كلهم نسيوا يحطوا موف انالوج ولا اشي. حسان ايوه. طب هل شو هالأصابع؟ مش أصابع هدول، كل أصبع عبارة عن إجر. حي الله مدام فستان، خرب بيتك. انت مش زي أبوك. وين طلع؟ مش شفتوش. ما شفتوك نهائي. خد خد. ما حد شافه؟ بدي أغلبك بالله. إيش صاير في المدينة عندكم؟ حدش برد. I've spilled a lot of blood for the cult. I have been a generous member of this community with the utmost faith. But why is it that I don't want my little girl to be a part of this? She's going to be a woman soon, and instead of being happy, I'm scared. Scared of her finding out about the cult. I keep asking myself, I'm right to dream of a new start away from Wakefield. I've decided to take my daughter and leave. I'm sorry, Susan. We shared a good life. Yay! في واحد اسمه موريس عارف في موضوع الطائفة اللي موجودة في القرية، بس خايف على بنته. بنته قربت تصير صبية، فهو خايف عليها وخايف من الطائفة، فأخذها وترك مرته. ترك يعني أخذ بنته وهرب وترك مرته. أعتقد هذه مرته. طب خد مرتك. كان قال آسف سوزن بشوفك بعدين. عمى خد مرت. بس شكلها مرته. ممكن مرته
كاينة متعصبة للطائفة شكله ما قدرش يحكي لها يمكن إلا إذا كان هو ندل وعلى الأغلب ندل باي سوزن سي يو ليتر وين رايح بدي أهرب when you step on a trap it will make very loud noise oh when a trap ترك مرته وراح سي يو ليتر سوسن او هيو تحركاتكم مش مفهومة ده انتو بجد ملبوسين يلا يلا مايكل مايرز اخلص موف ما حمشي من هون هون في فخ ولك امشي ولا على عمتك مبطأ مخك اشتقنا لك يا ويليام وي ميست يو ويليام ماي جونا داي وي ميست يو ويليام هذا اشي منطقي وبديهي بنعمل حتى في الحياة الطبيعية انت بتكون ماشي في الشارع كافي خيرك شرك بعدين بتلاقي زجاجة على الطريق الله أعلم شو هي تمسكها بتشرب جول هذه برضو كانت مقصودة يا حلوين عشان تشوفوا طريقة الموت الجديدة بالعصاية بالعقازة كيف أنا معكم؟ كله جديد في جديد كافة أشكال وأنواع الموتات كيف أنا معكم؟ ما حد شاف متأكد؟ موف احنا ما شفنا واحدة بتقتله دائما هداك الزلمة اللي بقتله هالمرة واحدة اللي قتلته عشان افرجيكم انه في مساواة في اللعبة هاي عرفتوا كيف؟ عشانكم بس ولك موف
تحركاتهم بتذكرني ب كاونت داون فامباير. شافني يا رب. لا أصلا أنا كنت فنان في Outlast. أصحاب لازم أركض. What? تلج ورعد وبر وريح، دنيا برا هلهيلة، تلج فز فز فامي يزيح، دنيا برا فز فوزي، اركض يا وليامي بسرعة اصل فز فوزي. ولك حسان! تهو! تا 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 خليك بهالفسفس مفسفس طاري وفسفس. من وين الطريق؟ ما شفناها هاي قبل هيك صح؟ حبيت أفرجيكم إنه بتاكل ويليام. هذه الحتة الأولى من ويليام، إن شاء الله بفرجيكم موتات تانية باكل حتة تانية، ممكن عينه منخاره وإذنه على هوا. لا بس والله نايس، والله نايس. بس هون ما عرفتش ايش اسوي. او دام يو مانستر. او جاد ويليام انت كتير مؤدب. لا انت كتير مؤدب، يعني المفروض يعني انا لو محلك يعني ما بخلي مسبات، ما بخلي. قال بقول له دام يو مانستر، اللعنة عليك يا وحش، ولك بدك تنزل له، ما بدك تخلي يا افج بدك بدك تعطيه دام يو مانستر. ويليام شد لي حالك ارضى عليك. في حدا بيحكي قاعد. Doors mechanism is deactivated. Doors mechanism is deactivated. احنا فتنا قلعة ديمتريسك. قلعة فاتفيسك. Damn you monster! شو تحول؟ أو specific item required. ايش فيه؟ مويري مويري مويري.
مطروا. Who's this Azazir? The cane is missing a part. Oh, بتنقطع على اللعب كازا. سامع Resident Evil 4 أنا. Muere. Damn, شو الصورة هاي. ليش هيك بتفتح الباب بتفوت؟ طول بالك. Oh, استنى شوي. مطروا. طيب الصور لحالها في المرعب. The door is unlocked. طب شو الفكرة من الزحف؟ اوه هاي الفكرة. ما بقول مستحيل إلا يكون في اشي. وين رايح؟ اوه حاجة تاخد مفاتيح. ايش قصة اللمعة هاي؟ ايش يعني هذا السباركلينج فلافل؟ حاطين عليها فوار، حاطين على الكرسي فيتامين سي، حاطين جليتر، ايش فيه؟ غلوريا لاس بلاغاس، غلوريا لاس بلاغاس. هاي سامع. مويري. اوكي هاي الجهة كلها عشان مفتاح، ممتاز. الجهة الثانية في حدا. اوه فتحنا المفتاح. كورانتا فتانتي. شوش موزيكا يما. Worthies the lamb that has slain to receive power. It's the crazy preacher. Wisdom and strength and honor and glory and blessing. Say it. Say it. What? Worthies. All right. All right, man. Receive power. Worthies the lamb that was slain to receive power. Strength and honor. Riches and wisdom. Strength and honor. The lamb that was slain to receive power. Worthies the lamb that was slain to receive power and riches. All right. All right. I'll go. كده صار خلل في الصوت. قال له امشي من عند هذا الباب بس ضل معلق على اللي بحكيه قاعد. اوكي يا صباح الخير. شت انا عجبتني والله يا ساره، حلوه اللعبه، ممتعه فن. هذا الجسر تبع كراش. من أحقر المراحل في كل سلسلة كراش. بالضبط هذا اللي كان يصير فيه، هذا اللي كان يصير فيه بكراش، الجسر المعلق المخفي. خرب بيتها مصعبها كانت. Where am I? انت في السجن معلم. انت فتت باب اجتك رؤية غريبة ورجعت لهذا المكان. ولسه لهلا في ناس تتعذب. ولا احنا لساتنا في الرؤية تبعتك، لانه مش منطق يعني تكون في بيت وفجأة هون. بس الحلو في الموضوع انه لما تركض او تمشي
معيار الصوت بيبين فقط إذا حواليك ناس، إذا ما في حواليك ناس أركض زي ما بدك، أو إذا ما في معيار للصوت أركض، فيش حدا لأن كوكي أعطت ابنك يلعبها عشان يعديها. أيوة ما أنا كنت أعمل زيه، مشي على الحبل، هذه واحدة من الطرق، هذه واحدة من الطرق إنك تمشي على الحبل تبع الجسر عشان تعديها. مزبوط بتذكر هذه الحركة. خرب بيتها شو معقدة كانت. Don't hurt. What is it doing here? Please. الرجل المصلوب Crucified Man. Help me. حلو اسم وحش في Resident Evil على فكرة. The Crucified Man. Please. الرجل المصلوب. حلو اسم وحش في Resident Evil. Please. أأذيك أكتر من هيك؟ Help me. Please. Don't hurt. زلمة نزله. No. Why would I hurt you? نزله يا ويليام. Please. I don't even know where I am. I just نزلو. Want to find my daughter. My wife. I have a daughter too. But nobody cares. Your daughter? هذا كمان عنده بنت كاين. محدش يهتم. I don't even know if she's alive. I have a daughter too. كنه هذا موريس. I have a daughter too. I have a daughter. I have a daughter. I have a daughter. Oh God. I have a daughter. I better hurry. نزلوا. كنه هذا موريس اللي فقد بنت اللي حاول يهرب ببنته. لما تدخل نطاق الناس المصلوبة بيصيروا يعيطوا ويصيحوا. By being in a crucified field of view for a certain amount of time. إذا ضليتك في حواليهم هم بيصيحوا بتدخل في مرحلة البانيك. وإذا ضليتك رح يجيك الوحش. Yes. Oh my God! في كثير ناس. جدار على الحيطان. في شيء. في والله سريع افتح يا فسفس. جانا للبيت. William, my boy. The Smith forefathers founded an order to spread love and compassion across these lands. But I do not see your father following the same path. I gave you a cane on your 10th birthday. It was in my possession at the request of your grandfather. He said he did not feel like your father was the right man to hold it. The cane is a symbol passed down in your family to guide the order through dark times. You come from a bloodline of good men, my boy, as did your father. But you will not receive God's rewards for the prominence they achieved, nor will you be judged for the sins of your father. طلع هذا القصيص بيعرف وليوم بيعرف عيلته كلها. بقول له احنا يعني عيلة سميث اسسوا خلينا نقول امر اوردر جماعة يعني عشان ينشروا الحب والعاطفة في هذه الاراضي. بس واضح انه ابوك مش متبع هاي الطريق. انا اعطيتك هذه العكازة في عيد ميلاد. احلى معاذ موسى يسعد الجميل فور يو واك يسلموا ايديك. شكرا سبرتشات. ابوك ما مش على هذا الخطى وانا في عيد ميلادك العاشر اعطيتك هذه العكازة كهدية بناء على طلب جدك. ما حسيت انه ابوك بيستاهل
العكازة هاي فاستنيت لأعطيك إياها لإلك. هذه العكازة هي رمز متوارث في عائلتك. شكرا على السوبر تشات يا أحلى معاي. أنت تنتمي لسلالة ناس طيبة وأبوك نفس الشيء. بس انتبه لأنه عمايل أبوك ممكن تدفع ثمنها أنت بما معناه. بصر أبوه شو مهبب مستر سميث هذا. سلاح؟ سلاح؟ لا مش سلاح. هذا ليش تحت؟ هذا ليش تحت؟ هاي هون. Something has been opened. شو فتح؟ أو. Now I. فتح. بسم الله. Play memory. هاد أبوه. هاد أبوه. Poor Morris. Morris. Why did you disobey father? Morris. Everyone knows what happens when you run away from the cult. Morris, اللي حاول يهرب ببنته قتله الأب. يوبا يوبا إيش تبين يا لينا أبي مويا مويا تبين مويا. أبوه قتل موريس اللي حاول يهرب ببنته كأنه مرته وزت عليه سوزن. هدول اللي اسمائهم سوزان بزنوا زن. شكلها مرته وزت عليه. هلا يا فلان قلم رصاص. سلاح الوحيد هو الهرب. شكل الهرب ولا التخبي. طب هذا أو طيب. أحمر وأزرق يعني هلا هذا فتح. أو ويت ليه طيب انت لا عارف. اوكي وايت استنى في باب فوق انا اعتقد انه ما انتبهت له. هون I think. لا لا وي لا. هيو هذا ليه هيو احمر. او هيو او ماي جاد انا مش فاهم شو القصه. خلاص اوكي حسان كمل
Thank you. Okay. نروح نحولها. عقبك طولي بتمشورني بتفشورني. هلا. Book of Prophecy. You had time for your cult and all the slaughtering, but not for me and mother. كتاب النبوءة. هل عندك وقت لهذا الكلام؟ ما عندكش وقت لا لإلي ولا لأمي. واو. شكل أبوك معامل عمايله. لحد الآن أنا مش فاهم شو بعمل في هذا الموضوع، بس يعني بدك تجرب. هاي عمل سيف. Only prophecy is eternal damnation of Wakefield. النبوءة هو أو هي اللعنة الدائمة على ويكفيلد. اللعنة الدائمة على ويكفيلد. Resident Evil. The door is locked. في باب مسكر هون. يس. أنا أذر كي. هاد للي فوق. هون في إشي. اشتغلوا تنتين. اوكي. فريك. طيب طب انت اللي تحت شو بدك مثلا؟ ازرق. هلا هذا اذا بنوديه على الازرق بيفتح الباب. في شكل للاضاءة، اشي مربع واشي the hell no. هذا مربع وهذا معين. دايموند. شو هذا؟ طار بالهواء شيشي؟ شيشي؟ شايف؟ اوه. I recreated the Smith legacy. Now it is something to be proud of. A representation of power and competence. I thought the weakness died with my father, but my son has become the true reincarnation of their godless souls.
The cult needs blood, and blood is not offered by cowards. There are no expectations. I was like, there are no exceptions, especially for my son. I will squeeze until he is a diamond or he shatters. هذا الأب. الأب كرهان موضوع الحب والعاطفة اللي هو شعار الجماعة اللي أسسوها عائلة سميث. فبقول لك أنا ما صدقت أبوي يموت عشان أبلش أعمل اللي أنا بدي إياه. لازم يكون بين إيدينا قوة، والقوة ما بتيجي إلا بالدم والتضحية، وراح أعمل جهدي إنه ابني يمشي على خطايا يا بابايا. يس. وأول إشي بدي أعمله نلعب أنا وياك كوتشينا. إيش هاد؟ تنحت بوجه أنا شرخ ضربني كف. This cane was made as a reminder to Smith's descendants. I'll give you stars. The responsibility to humanity. You turn it into a key to enter your chambers of sin. أحلى كريس يا بقلاوة يا سعيدة. الله يجيب لك تعاسة يا جميل. يبعد عنك وعنهم التعاسة يا بقلاوة. أخذنا الميدالية. يس. بقول لك هذه العكازة هي رمز للي كانت أو رمز لأهداف الجماعة تبعتنا، المحبة والعاطفة وهيك، وإنت استخدمتها لحتى تدخل من خلالها إلى حجرة الخطايا. عايش الجو أنا صح؟ شوي زيادة حبتين. هذا لإلك. يس. أوه تشينج ميدالية. نايس. حلو. أحط الشاب خالد في السوبر شات. ايش هو بيغني؟ انا نانا 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 وسلافي نانا نانا نانا. مش هيك؟ او نحط ديدي ديدي واوا واوا. اخذت اتشيفمنت ديدي واوا. ولك يخرب بيتك موقع اهلك عرفيفك من بين نسوان المنطقه. ولك بالعكازه وبنص مخها. What's going on? What happened to that woman? ما أحلى المكان. Why am I here? أنت في Resident Evil 8. It's cold. It's cold. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh. تخيل أحط هاي سوبر تشات عشان أنا أطفي الستريم. نفس رسمي. Jackson, you're still alive. Father, what's going on here? You were never really capable of doing anything. You were never really capable. But today, there is a chance to change. He's a traitor to the cult. He's a traitor to the cult. He's a traitor to kill him. I can't. Mr. Smith, sorry, please. I can't do this. Sorry. My son is a coward. Sorry. What? I said take his gun. I'm sorry. Point the gun at him. Shoot. Shoot, you son of a whore. No. Please. Son of a whore. No. Shoot him. Shoot, bastard, or I'll kill your girl. Shoot, bastard. 10. Shoot, bastard. 9. What are you doing, Dad? 7. Your time is running out. Looks like you don't care about your daughter. 4.
Three, two, one! وكنور الستريم بأحلى خالد. أحلى خالد كيو. وأحلى سوبر شان. He just cares about himself. This is what happens when you show mercy to a traitor, boy. انت عايش الدار بزيادة. Am I going crazy? واضح انه ويليام. What kind of nightmare is this? ويليام ما قدر يرد على ابوه. Huh? Why is my cane glowing? ليش بلمع؟ ويليام ما قدر يرد على ابوه، فابوه اتبع طرق حقيرة عشان يضغط على ويليام. فجاب هذا اللاجئ وبنته وقال له، حكى لابنه اقتله. طبعا ابنه ما قدر اللي هو ويليام. فحكى للاجئ طب انت اقتل ابني. برضه ما قدرش، هدده ببنته، قام طخ، ما كانش في رصاص اصلا. الاب مريض نفسي. عاهة من عاهات عالم الالعاب. None of this is real. Joe ذكرني ببلير ويتش بروجكت. It's just a bad dream. There's nothing to be scared of. بلير ويتش بروجكت بعد ما يموت الكلب. نوعا ما. الكاهن، الكاهن صديق العائلة. الأب شخصية أخرى. هو اللي طلع قبل شوي هذا. ران ويليام، ران يا ويليام. No. طلع الوجه اللي على صدره، شفت الوجه اللي على صدره؟ هذا الهدف من الموتة، كان في وجه على صدر الوحش هذا، هاي الهدف من الموتة، هاي افرجيكم هذا الاشي. هذا الوحش يمثل ابوه. الوحش يمثل ابو ويليام مستر سميث. طب انا ليش هناك خشيت؟ صوت فلافل. مش نهائي، مش عارف من الطريق. I can't see. فكرت بدي تعال. شكرا لك. شكرا لك.
خريطة نو نو خريطة نو نو خريطة نو مدر التاريخ من وين نو خريطة نو Give me a chance to see my way, please, please give me a chance to see my way, please give me a chance. I can't see the way when it's starting. No, no, stay away from me. ايش عمل؟ فكرت في فتحة ممكن يفوت منها. ما انا بمشي على البركة وعم بخش بالحيط. لا بصيرش احكي هيك. انا بمشي بس عم بخش بالحيط. ماشي على البركة بشوف بركة بس مش عارف شو الوضع. بعدين فيش مجال مش عارف. بحاول ادور عبين ما يلحقني. بس عندي اقل من 5 ثواني. برضو اللعبة حاطت لك طريق واخره خشب يعني فيلم منها. طب ليش الشخصية بتلف ظهرها؟ ليش الشخصية بتلف ظهرها وواضح انها بتقول لي اركض من المكان اللي ركضت منه؟ كيف؟ ما بلف بعدين ما هو give me a chance come on يعني give me a chance انت ماشيني من طريق ومسكر يعني اخر الطريق خشب يعني وفيش طريق يعني ايش give me a chance ايش بدك give me بعدين اعطيني مجال اركض او الحق او اشوف او اعمل اشي
No! No! Stay away from me! شايف ميرك وراي هو. هو وراي. هو وراي. في فتحة تحت الخشب. منعيني على يعني على تحت ما لقيتش. ما خطر على بالي. وانا خطر على بالي يكون في اشي امشي من تحتيه بس ما لا مش عارف مش ملاقي بدي اشوف المشكلة ما في مجال يعني عندك اقل من 5 ثواني تخيل اقل من 5 ثواني تعرف شو بدك تعمل هيها 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 انا عيني على جهة الشمال تا 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 يا ضايا ويلي انا ما هو مع الضباب والغبرة والسفاد كانتش مبينة انت طخيتني طب انت عايشة انت طخيتني شو عوجهك خد 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 اشرب عصير من الشارع يسعدها الجيكس وشكرا يون عاد انت لما اصلا انت لما تخافوا بالشارع او ترتبكوا او اشي ايش بتعملوا مش على طول بتروحوا بتدوروا اي ازازة في الشارع مرمية على الارض تشربوا منها هذا الوضع الطبيعي هذا اي زجاجة بمسكها وبشرب تعرف شو نفسي أعمل فيك أنت؟ نفسي أجيب كاسة مي باردة متلجة مسكعة وأحطها على مخك خليك تتلزز بالعذاب عاد ما هو مشعل النار تو 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 وين الحمار اللي قاعد ينهي؟ وينو؟ هيو ابو شكلك انتبه منهم هدول المعلقين نط Let's go One more offering for the next ritual night. I, my family's name, will be cleansed of the disgrace my son brought upon us. Damn you, boy. Damn you. You ignore the court like a stray dog, with no regard for your duties. I hope they hunt you down soon and crucify you in the dungeons.
You deserve to starve to death for bringing shame to our house. Many cult members stopped coming to my bar after you ran. Damn you, damn you, damn you, boy. واحد بدعى على ابنه انه جماعة الطائفة يمسكوه ويخلصوا عليه لانه هرب، فهو جلب العار له. جلب العار وابوه عنده بار. ابنه جاب له العار وابوه عنده بار. هي ابنه جاب له العار وابوه عنده بار، والعيلة عبارة عن كبشة حمار. هي هي انت بخير. من اكثر التعليقات اللي بتضحكني لما شوي اندمج بزياده ومخي يختل. حسان انت بخير. يا يا ولدي يا ولدي ابيس بالدث يا ولدي. ما بعد ابو شكلك محسيني. ايوه طالع طالع طالع. يا ولد صوتها بذكرني بصوت شريره في باور رينجرز. تعرفوا باور رينجرز القديم؟ صوتها بذكرني فيها. خد راحتك ساعة تنتين. هاي واحدة من المودات الجديدة. لا هي مش مودات جديدة، شفت طقم اسنانها؟ طقم اسنانها الجديد وهي بتعمل هيك، طقم اسنان جديد، فحبيت اعملها دعاية. كيف صارت؟ كيف صارت؟ في اشي صار؟ وين طلع؟ There is nowhere to run. Oh, shut up. هتفكرت حالي ماشي من طريق صح اني بعيد عنهم.
You will suffer. Shush. أنا أقلكم شو صار. شكرا. وال شفتوا هاي موت جديدة. شكله هداك ده قتلني مش عارف، لأنه واضحة واضح الصوت في اللعبة في بعض الأحيان بضرب، فشكله هداك المصلوب صيح ونزله علي، بس أنا ما سمعتش لأنه الصوت ضارب في اللعبة أو في بعض الأماكن بكون ضارب. طب سؤال، هو ليش بطل يدافع عن حاله؟ ولا موضوع الدفاع هذا راندوم؟ There is nowhere to run. هذه طريقة دفاع جديدة. اوكي. It's a new mechanism for defense. مش شايف، فكرت حالي متت، فكرت حالي متت. شفتوا انا ليش اجيت من هون؟ عشان اخذ الاشيفمنت. طب اسمع، قتلناها احنا صح؟ عشان ناخذ الاشيفمنت كله محسوب. كله محسوب. لو ما عملتش هالحركة ما اخدتش الاشيفمنت، ما اخدتش الاشيفمنت. There is nowhere to run. والله بس قتلناها كويس. مش حتسمعها وبتقول يا فلسفة. Jesus. You will suffer.
ما احنا قتلناها. مش قتلناها، ضربناها على مخها. ليش هاي الحركات الأرعى؟ رجع هذا علينا. خايف. معقول يجي ينط؟ يا سلامة. في صوت طلع. كنا في اشي على الارض، في فخ. Holy damn. This game is freaking hard. وهديك الحمارة صحيت. اي خرب بيتك. عاد الزلام مات وانت ضلتك صاحية. والله يوفق. اخذنا achievement من ورا راسك. مش فاهم كيف صحيت. كيف صحيت؟ شكلي دعست عفخ. شكلي دعست عفخ. طب هذا كيف نط علي من سقف ال... مش فاهم اللعبة. مش عارف. عدل. لا عدل. وكالعادة يعني بدنا نعتمد على الحظ. شافني. خلص 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 خلص. واجعل لي يخلع مخك. So annoying. بتعوي. طلع هذا بيغني. يا امي. اوه كان في اشي هون. انا اما انا سلختها هريبة. مصروعة. دام. خدوا يا زلمة هالسيف، حطوا براسهم واخلص. خدوا. بالهدوء والروية كل حاجة تمشي مية مية. كيف؟ بزبط في الدعايات ولا لا؟ لا. انت فن يا ويليام. Business is good. The way things are going, I have to start thinking about raising more cattle and expanding my ranch. With these refugees migrating here every day, I'm seeing more customers and I'm making real profit. Peter keeps sticking his nose in others' business, and it's like it's people like him that hurt the flow of the profit. I'm not going to let him ruin it for me. I sent a letter to the Smith residence to inform them about Peter. It's a good opportunity to strengthen my relations with them.
and secure my position as their only supplier. Even if what Peter says is true, you could say that, in a way, Mr. Smith is a cattleman just like me. Ha 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 ha. هذا الجزار اللي حكى له بيتر في خلل في شيء مش مشكوك فيه عم بيصير قاعد في شيء عم بيصير قاعد في منطقة المنجم. هذا قال له اسكت اسكت يا ريت لو تسد نيعك. متذكرين النوتة اللي حكى فيها بيتر انه حكى للجزار؟ هذا الجزار اسمه اوسكار. احلى سيف. I smell his fear. اوه حقل الذرة هذا ذكرني بأوتلاست 2 على فكرة. Willy boy, are you scared? على فكرة اليوم ما بعرف ليش خطرت في بالي أوتلاست أوتلاست 2 ما بعرف ليش عاد أتخيل المراحل وهذا واكتشفت إنه أوتلاست 2 من أقوى ألعاب الرعب وأحلاها. عمو أغلبك من وين الطريق؟ تقالت الدم والزناخة يوم الخميس غير إذا ملاحظين. أوه سعاد دم صبحي فمش عارف ليش خطرت في بالي اليوم أوتلاست 2. من محل ما اجينا هون لا هاي طريقة جديدة صح؟ سيف عمل سيف الشباب هولي شبشب معلش معلش وليم معلش احنا التخمنا لما شفنا عمه. او نو هيك سد نيعك يخرب بيتك. كي بس بس لعيونه بس بس هم هلا هلا بس شفتوا هاي الموتة جديدة كله محسوب عمي كله محسوب. هاي الموتة احنا ما شفناها اسمها موتة بس بزة العيون عشانكم بس. وها بس بيزو أبو شكلك
اوكي. اللعبة تعتمد جدا على الترايل اند ايرور، يجب ان تجرب وتجرب وتجرب لحد ما ربنا يفرجها وتمشي، غير هيك لا يوجد اي حل اخر. مشكلة انا مش عارف الطريق. انت يعني كيف اذا مشيت ببطء هذا صيح، واذا مشيت سريع هذا سمعني. طب شو فالموضوع؟ شكله اركض ولا لا؟ فيش غير هيك. عمل سيف؟ أيمي يما. I finally did it. What? I told them that I'm leaving the cult. We can have a fresh start and see Rosie grow up far from this hellish village. كان بده ياخذ مرته وبنته ويهربوا هذا التاني. Murderer. إذا الموضوع عن جد أركض، إذا الموضوع عن جد أركض. ما هو فيش طريق تاني غير جنب المصروع يا إيثان، بس هي القصة إنه المصروع إذا طولت عنده بيجيب لك الوحش الناري. House is on fire. Amy, house is on fire. هنا عديناها يا شيت. اوه الشحبح بحتح شيش كباب بالنار المحروقة، حمص بالضفادع المخرومة محبوبة. ولك صرعتني علي رب سعاد حسني روزي بلادي. Dad is coming. No, leave them alone. شكله أبوه قتل له عيل، أبوه قتل عيلة ابنه. عتل بدل قتل. أيها العاتل. يلا حولونا. أوكي. عتل. Don't you dare! Open the door, please. Don't hurt them, please. Open the door. الأب قتل عائلته. Open the door. Homecoming. بحب achievement البلاي ستيشن. بحب الصوت. بلبلم. Don't worry. I killed them all. No one can hurt you anymore. لا تقلقوا أنا قتلتهم كلهم. اه؟ As the chains are broken, I shall be freed of darkness. As the chains are broken, judgment shall fall upon sinners. As the chains are broken, I shall be freed of darkness. As the chains are broken, judgment shall fall upon sinners. As the chains are broken, judgment will be fulfilled as follows. I shall be freed of darkness. As chains are broken, I shall be freed from darkness. As the chains are broken, I shall be freed of darkness. هذا بيت ويليام هذا. As the chains are broken, judgment shall fall upon. هذا بيت ويليام وشكله أبوه اللي حرق إياه. It's ironic I'm writing about this now, but I can't stop thinking of our moments together when we first came to this village and I found your bright shining eyes, or when I watched you holding our little angel Rosie in your arms. Now that I think of it, we've had our moments. I'm still waiting for you to come back from the war. I wish you had the strength to pull through, but not all stories have a happy ending. Marto Amy بتقول لي ان انا مستني كل متذكر كل اللحظات معك
مستنيتك لتروح من الحرب، متذكر لحظاتك مع بنتنا روزي. خلاص اسكت. What is this? As the chains are broken, judgment will fall. فكرت فيه. ليش سكت؟ كأنه سمعني أنا بحكي فسكت؟ شو مؤدب؟ ما هو هيك بالضبط عبد الله، شكله هيك. شكله الأب عرف في موضوع إنه ابنه بده ياخذ مرته وبنته. The hell? ياخذ مرته وبنته ويطلعوا من موضوع الطائف الغبي هذا، فانجن الاب فحرق بيته وحرق اهله. فهذا انجن الثاني وبقول لك ايش حكى هلا قبل شوي، لا تقلقوا انا قتلتهم كلهم. بقول As the chains are broken, judgment will fall on sinners. As chains are broken, I will be freed from darkness. هاد شكل الأب. شكل الأب كان يحكي هيك وهو بقتل في عائلته قاعد. I think. Please, help me. I know I've sinned. Please, please wake me up from this nightmare. As chains are broken, I shall be freed from darkness. As chains are broken, judgment will fall upon sinners. يا أمي أما واضح إنه دعائك جاب آخرتك. Should we run? بركي زبطت معي. مش مرات بتزبط معي الخبطات هاي، بس شكلها بتزبط معي في اول اللعبة، بعد هيك خلص. As chains are broken, judgment will fall upon sinners. في ناس بتصيح. You are
خلاص خلاص صوتك. اوكي المشكلة بيجيني شعور انه ممكن امشي هو لما حكى I hear something المفروض كان اركض بركي صار اشي بس يلا لا it's okay يخرب بيت صوت الصياح وهذا المعلق يخرب بيته فضيحة تقول حدا دعس على اصبع اجر الصغير يا زلمة ارمي لك صاروخ عليهم ولا اشي هون ايش هلا بتعرف شو بدي اعمل؟ بس اطلع بتعرف شو بدي اعمل هلا بقول لك شو بدي اعمل من قبل ما يصيح ابن ال بدي اركض على الباب اطلع من الباب وبرضه اركض من عند الخيم مش ويصير اللي يصير هلكوني بتحس المسافة بينك وبينهم اميال بتلاقي مسك و لأنه فيش طريق تانية يعني كله مسكر يعني كيف فتحش الباب بقول لي بتقدرش تفتحه طالما في حدا شايفك قال من امتى بقول لهم ساعة شايفيني وكنت افتح الباب هلا صار لها فطنة اللعبة بتقول لي بتقدرش تفتح الباب من امتى Wake me up when fast force is over طيب شو يو والكل هذا اللي بصيح قاعد بقول اقتله لازم تحمي اقتل عمل سيف عمل سيف you can run
بس عمل سيف. عمل سيف. عمل سيف المهم ما دخلني. إنجاز. I will consider it a progress. اقتل. احمي عشان تقتل. اقتل. Protect. هذا اللي بيصيح قاعد. يجب أن تحمي. عليك بالقتل. اللي عارف من وين الطريق. I have no idea. والله ما عارف من وين الطريق. خيمة وتسعمائة واحد واقف لي وانا مش قادر اخطي خطوة زي الخلق. ويا ريته مثلا بتطلع هاي تطلعت اوت لاست هاي اللي هي يمين وشمال، كان استفدنا منها كتير هون. مدى نظره محدود والوضع صعب. الوضع كتير صعب، مش قادر امشي غير من هون. انا مش عارف وين اروح. نفسي ألاقي حل، نفسي ألاقي طريق أمشي منها. حاس حالي بلف حوالين نفسي. المشكلة بتحسسك الطريق إنها كلها مسكرة.
تحس الطريق كلها مسكرة يعني اللي بتلين وين؟ واحد جنبي، واحد قدامي، واحد على جنبي، يعني واحد يمين، واحد قدام، واحد شمال. بقدرش اشوفه بقدرش اشوفه غير لازيح الشخصية كلها. ما فيش انه يعمل هيك او هيك زي اوتلاست، ما في. بدك كلك على بعضك تزيح عشان تشوف. بعدين صوت الفخ عامل زي صوت اللي هيك الصوت. صوت فارت دوريطة. ليش هيك الصوت؟ بس عمل سيف قبل شوي، بعرفش ليه. شو ليش عمل سيف؟ يعني إذا في حسنة واحدة في اللعبة. لا فيها You can do it. Thank you, Eva. في صوت كنا من الخوف. كنا الحزين من الخوف. بريح. عشان هيك بنفضح هو. الله يخرب بيتك، امسك حالك. كل خرعبي فبسمعوا فبفضحوا.
فساح الدحين بو. كل ما يخاف تعمل ترتوتة فبيفضح حاله. منحلة عملت سيف، منحلة عملت سيف، يعتبر بروغرس مش مشكلة. كل ما يتخرع بعمل بومبا والبومبا بتفضح. فكرت المؤشر تبع محل ما لازم اتخبى محطوط على السياج، فكرت حالي راح انط عشان هيك التخمت، بس بعدين انتبهت انه للباب. ف الرؤية فيها صعبة كتير 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 صعبة، ومن لمسة اذا لمسوك خلص. رأيت خيال. ولك ما نفسي اللي أمزع رقبة اللي بيصيح في الراديو. ماشي وراء أنا. نفسي أمزع رقبة اللي بيصيح في الراديو. مزع بسناني. He is so annoying. I heard something. He must be here. بلهح الحركات الحقيرة. جليتش. الزلمة فات الصندوق. الزلمة فات الصندوق. You can run. No, I think I can hide. You have to pretend. Failure is the most given here. You will kill one way or another. One way or another. أنا انفضحت. Or your hesitation will kill the brother next to you. You have no name. You need no brain. Hole ho hey. بروغرس يا حلوين. نتجنب حفرة منوقع في دحضيرة. تفضل. شفناها هالمرة. من حفرة لدحضيرة ومن دحضيرة لهغيرة. بسم الله. ليش وقف؟ What is this? Adam, is that you? Where have you been? Who the hell is Adam? I looked everywhere. I fucking killed him. I killed them all. Shukran. What is he saying? That's a murderer.
You made me do it! It's all your fault! What the hell? Orkut! I found Easy. Him! Easy! He's here! I found him! Come! Easy, man! Come! Ahmed Yasser! He's here! He's here! Come! Come! Calm the fuck down! He's here! He's here! He's here! Come! Shut your fucking mouth! He's here! He's Shit. Here! I found Shit. Him! Well, like Orkut! I found him! Come! Come! He's here! He's here! He's here! I found him! He's here! He's here! He's here! كل حاجة سايلنت الصوت مضرب هي هي لا الصوت ما راح لا موجود بس مستحي بس موجود When will this nightmare end? I can't bear this anymore. أنا أهم شيء عندي أعرف أنت شو عملت بعد ما عرفت إنه أبوك قتل عائلتك أنت بعديها شو عملت هذا أهم شيء عندي حاليا في اللعبة صار عندي فضول عشان هيك مركز معاه شو بيحكي هذاك الأعمى شكله فكرني صاحبه اللي تركه فليش تركني فقام فضحني هو مش شايف مغطي على عينيه كيف شافني صاحبه مش عارف ران ايثان ران ران قصدي ويل طلع هذا You came to me seeking sanctuary from your father and his beliefs Oh wow, okay I told you to do the right thing no matter what others say What choice did I have? How could I stand up to him? You gave in to your fears. And it's led you to that evil cult. All the prominent people of Wakefield either followed the cult or stayed silent. How could I do otherwise? The cult was my family's legacy. Path to destruction starts from fear, my boy. There's no easy road to salvation. Father. Now I understand what you meant. طب فهمنا. اوكي هلا هذا بحكي له انك انت لجأت لي عشان اساعدك انك تبعد عن ابوك ومعتقداته. بس شكله الموضوع ما نجح شكله الابن بعد ما الاب قتل عيلته انجن اكثر من ابوه صار يقتل في الناس اللي هو انا يعني هذا ويليام بوي شد حضرتوا هذا الفيلم The Revenant It was nice It was a good movie اوه وصلنا المقبرة هون عملوا الطقوس اوعى هذا بصيح اوه ماي جاد في ناس يما المصخ Oh, no.
file and this. The cane is missing a part. File قطعة. Hello, Kazim. انت ليش هيك نفسك؟ عشان هداك اللي صيح. يلا احنا لفينا اللفة. اوعى مشكلة. المهم ما عرفت هذا لايش. بس قدامه الباب هذا اللي بصيح. قدامه. تصميم المقبرة عجبك؟ نايس. مش عاطر. وافق. هي اللعبة تصميمها مش عاطر صراحة. من ناحية ليفل ديزاين اتس نايس. كنا عمل دروتا درتوتا بطوتا خفف فول يا ويليام. كل ما تخف تعمل عرفتنا الله يقرفك. ريحتك بقت حاجة معفنة. خلاص اعمل سيف بعد هاي هلكنا. طب سؤال، هو هذاك الباب؟ عن جد صوت الفخ مش مزبوط ابدا. صوتك مزعج. There is nowhere to run. The hell? Progress. أنا قاعد هيك عشان مريح ظهري على الآخر. كنه واقع الخشب عليه. Today your worthless life is going to make sense. Be proud for becoming a worthy offering. أبوه. You see? Suffering is needed for salvation. Stop, please stop. طب مين اللي بالسجن؟ You ruthless bastard. Blame yourself for being born this way. Be angry for being worthless. Show me your pain. Let me see your true face. I hate my dad. I hate being born a Smith. What a mess you made. ما لقيتوش غير عائلة سميث تعملوها عائلة مجنونة. الاسم كتير عادي. علقت الترجمة تحت. اسم كلمة سميث كتير عادية انك تسمي عائلة مجنونة او عائلة فيها
متبع طائفة أو whatever. يا مثلا أوزموند سادلر، أوكي، رامون سالازار، أسماء هيك إلها رهبة. مش سميث، سميث كتير أوردينري، كتير عادي. سميث سو نورمال. أنا مريح ظهري صراحة لأنه صار وجعني، لأنه اليوم لاعب تمرين ظهر، فا يا قاعد هيك عشان أسند ظهري كله على الكرسي. صح؟ كاجي ولا كتير عادي. سميث بيعلقش في ال... في ال... في الذهن يعني. مثلا لو سموا عائلة مثلا سحلول، عائلة سحلول مثلا، عائلة فشافش، عائلة قوية ممتازة، عائلة مثلا شيش كباب، أسماء مهمة في عالم ال... ثلج ورعد وبرق وصرع. خليكي خليكي، إن شاء الله بتطلع. شدي على حالك بزيادة، بتطلع لسه أكتر. يلا شدي شدي على حالك، بركي طلعت روحك. شدي هيك، ما جنب القبر قاعدة. يلا واخلصي، شدي على حالك بركي فرطي. خرب بيتك شو مزعجة. بدو آيتم هذا. سد نيعك يخرب بيتك ابو شكل. شكلك انت التاني، ما نفس ال... شادة على حالها وجنب القبر. يلا بزيادة، بركي طق مخك وفقعتي ومتي. تهو اوه السرعة دي، السرعة دي. الحمد لله لقينا مفتاح. بنبسط الاقي مفاتيح، ياه بحس حالي. عمل سيف، عمل سيف، عمل سيف. متت متت والله متت. الحمد لله، another chance. Reach the target location. والأحلى كريس حسان، بدنا جدولك الغذائي إذا ما فيها غلبة. هل هو مثل الجدول اللي بده ينحف او ينشف؟ اوكي، جدول الغذائي عندي الحصة الاولى عربي، الحصة الثانية جغرافيا، بعدين فرصة، بعدين الحصة الثالثة عنا احياء. حاسس كريس حاليا بيسب علي. اسمع. انا جدولي بيجيب لي باليوم ما بين 2200 ل 2500 كالوري. هلا انا بناء على حركتي ورياضتي هدول السعرات بيسمحوا لي اخسر من نص لكيلو بالاسبوع. دير بالك كل جسم شكل، فانت بدك تجرب وتقيس وتعطي كل حال يعني، تعطي فترة اسبوع، كل اسبوع وزن وشوف بتنقص بتنقصش. انا جدولي كالتالي، ما عنديش جدول، قصدي هيك يومي لما بدي اخفف. بصحى الصبح باكل كبسة. بمزح بمزح استنى شوي. الظهر باكل خروف. لا هلا انا ما بعرف افطر، انا ما بعرف افطر، بس لازم اشرب كاسة نسكافيه الصبح.
بعد ما اكون شربت مي كتير. لما بكون بعد ما اشرب مي كتير تقريبا لتر مي لازم اشرب كاسة نسكافيه. هلا ايش؟ انا زمان كنت احط اللي هو حليب عادي سكر عادي، حاليا لا، حاليا عم بحط حليب قليل الدسم، معلقة صغيرة، ومعلقة نسكافيه، ونص معلقة صغيرة سكر عادي، نص معلقة صغيرة. هلا على فترة الطهر بيصير وقت الأكل، أنا عندي الرز أساسي، عندي باليوم كاسة رز. هلا كاسة رز مطبوخ، كاسة رز مطبوخ تقريبا بتعطيك تعطيك قول خلينا نقول تعطيك وقية رز يعني 250 جرام. ال 250 جرام هدول سعراتهم بيجوا تقريبا 800 كالوري، مع شوية زيت لأنه أنا بحبوش ناشف كتير بيجوا تقريبا 950 كالوري. هذه كاسة رز أبيض بسمتي. هلأ هذه الكاسة أو الكاسة ونص خلينا نقول هم أوزن وقية يعني 250 جرام. هدول كربوهيدراتي طول اليوم، لا خبز لا معكرونة لا لا، هدول الكاسة كاسة وشوي رز فطور، قصدي غدا إذا بدي أكل لقمة بعد النادي بدي أتعشى بالليل، هم هدول بس. معهم شو بكون؟ سلطة، خضرة مطبوخة، دجاج مشوي، هيك بس. يعني أنا وجبتي أو وجباتي في اليوم طبخة واحدة مقسمة طول اليوم. أتمنى تكون وضحت. هلا هذا النظام اللي أنا ماشي عليه لأنه هذا هو اللي مريحني. هلا بعرفش أنت كيف مثلا، هل عندك مشكلة إنه تاكل نفس الوجبة مقسمة طول اليوم ولا بتزهق ولا ما بعرف؟ وبالنسبة للجاج مثلا، لأنه الجاج عندي يا يومي برضه نص كيلو عشان أوفي جرامات البروتين اللي أنا محتاجها عشان الحديد. جدولك صعب زي اللي بقوله بجوجل، أكل على غدا نص ديل بقرة، مسافر على البرازيل وإسبانيا 5 مرات. هذه معها فيزا. إيش البقرة الفظيعة هاي؟ البقرة دي جميلة خالص، البقرة البطوطية، البقرة طلعت بنت بطوطة. أنا إيش عملت هون؟ أنا إيش في هون؟ ما بقول لك أنا هذا النظام اللي أنا مريحني من زمان، باجي بحكي لناس تانيين بس ما بيعجبهوش، ما بيعجبهم. بس أنا عشان حساباتي ووضعي برتاح. عرفت؟ طبعا غير هاد، طبعا غير البروتين اللي بشربه بعد النادي، هذا لحال بيطلع مجموعهم بالاخر ما بين 2300 ل 2500 كالوري، هذول كويسين. اذا بدي اخفف اكثر بخفف رز، يعني اقلل سعرات بقلل كمان رز، بس حاليا تمام. طلع صوت بس بسيط. على فكرة مش عم بقرأ اللي بتكتبوه أمينة لأني مش فاهم أصلا شو بتكتبوا. باختصار خذوا راحتكم، تبادلوا أطراف الحديث لأني حاولت أفهم ما عنديش أي حاجة أشاركها. بعمرك ما اشتهيت شيء دسم خاصة مقالي؟ لا، لأنه أنا يا أبو فراس عندي مشكلة مع الأكل المقلي، زي أبوي الله يرحمه. see the signs. زي أبوي إذا بناكل إشي فيه دسم زيادة قلي معدتي بتقلب، ويعني وبعيدا عن السامعين بستصعب أفوت الحمام، إذا فهمت شو قصدي. الإشي المقلي بتعبني بتعبني بتعبني. هلأ
اسمع عشان برضو يعني اكمل. مرات بيجي عبالي هلا لما بيجي عبالي باكل لقمة صغيرة يعني يدوبك اكل اقل من ربع رغيف مثلا مع باذنجان مقلية تعرف هاي القصص بس عشان ما اضايق حالي معدتي بتتعب كتير. حجيلات. أغرب أكلتين في المغرب شو هم؟ جراد وحلزون. ليش غريبين وكرعين؟ لا أرجل الغنم والبقر. ما شاء الله أهلنا في المغرب عبارة عن زومبيز. وإحنا هون زومبيز. أنا بحكي لأهلي لما بأكلوا الكرعين هدول إحنا بنقول عنه هون روس. أنا بحكي لهم زومبيز. فكلنا بالهوى سوا في المغرب في تونس كلنا يعني منيح ما نوصل بالآخر ناكل بعض. مش حدا يزعل بمزح واضح اني بمزح. في ناس كتير سنسيتيف. يجي صاحبك يقول لك او بارك لي مبروك شو عملت اكلت ايد صاحبي على الغداء مش صحتين. لا موضوع الكرعين هذا اعتقد في لبنان بيقولوا كرعين هون بنقول روس اللي هو اجزاء الخروف. هلا زين بس ايش يعني كتير هيك خلينا نقول بخترع اشياء مع وجبات الدجاج يعني مثلا اليوم اللي عملتها حطيت فيها شطة شوي حطيت كاري حطيت بابريكا ملح وفلفل طبعا كترت شوي فلفل اسود لاني بحب الفلفل الاسود حطيت كمشة بصل فليفلة ملونة يعني بحاول انوع. بقول المثل إذا مش قد الروس والكرشات خليك على الشاورما. أنا على الفلافل. والله معك حق أنا على الفلافل عمي. عاد أخوي بيحكي لي على قد ما بتلعب ريزيدنت إيفل لازم تحبوا هذا الأكل. قلت له أنا بحب الأبطال مش بحب الوحوش. مش والله أشوف زومبي باكل هذا أوه والله شكله وجبة شهية. أنا مش عارف شو أعمل هون. شافت؟ What you see is upside down. Is upside down. إيش يعني؟ شفناها هاي الإشارة هلا. وشفت إشارة تانية كمان. عشان هيك قال لي remember the signs. هاي مش فاهم
عمركم شفتوا حدا بحاول يحل لغز حكى مش فاهم واللغز انحل؟ بمجرد ما حكيت انا مش فاهم فتح الباب. ايش هذا؟ ايش هذا؟ بس تعرف شو الاكلة اللي انا بعملها وبظبطها وللأمانة بتنطلب مني كتير؟ الدجاج الهندي هذا، التشيكن بوتر هذا، بس ما بقدرش اكله هلا لانه هذا مليان كاشو وبنحط فيه بنحط معاه زبدة فدسم كتير يعني. بس هاي الاكلة بعملها تاكل صوابعينك وراها هيك. عمركم شفتوا حدا بقول لك انا مش فاهم واللغز بنحل؟ هذا انا. اصلا انا عارف شو كنت بعمل، واضح. لو ما كنتش عارف كان ما فتحش الباب، بس المشكله ردات فعلي بتفضحني. لو اني ساكت كان اصبط. ايثان مش عارف شو بيصير معي. التوفيق ودعاء الوالدين، اوافق. غريب الوضع. بالضبط يا انفال، ما انا بعملها مع رز برياني. هلا انا بعملها يعني بصراحة انا اكلتها مرة في مطعم زاكية طيبة حرام، بس اللي انا بعملها اطيب. انا بعملها بس ما يعني بحاول على قد ما بقدر ما اعملهاش دسمة، بس هي دسمة يعني كاشو وزبدة. خليكي. جيمس بعد فاينلي جيتينج تو فيل سمثينج، احس باللذة عند تقطيع شخص، دمي بيغلي في عروقي وانا بشوف الضحية بتحاول تستنجد وتستغيث. اوكي هذه النوتة اقرف نوتة في اللعبة، تشبه نوتات اوتلاست. مشغل البث من سماعة السيارة. ما عملت اشي هلا انا. عملت اشي؟ لا وضعي تمام الحمد لله. عمل سيف كريس، عمل سيف. لازم نعمل سباق يا انفال، لازم نعمل منافسة. We have to do a competition. عمل سيف هل اوكي ناو وات. حيالله فهد عملت الاستبيان قبل يعني اول اشي بالستريم وصوتت او كتبت حطيت كود فيرونيكا واوتبريك اول الستريم عملنا الاستبيان. انتبه يا كريس الله يسعدك، اذا بتسوق ولا اشي انتبه الله يرضى عليك. بتعرف رونج تيرن يا عنيزي؟ والله من احلى الافلام. اول جزئين بعدين صار مش انه مش حلو، خفت وتيرته، بس اول جزئين كانوا رهيبين. اذا بتعرف رونج تيرن اكيد بتعرف هيلز هاف ايز. خرب بيته هذاك. ضروري تحطوا كود فيرونيكا واوت بريك، ضروري. يعني سؤالهم هذا مش جاي من فراغ. رح انزل على السوشيال ميديا واكد رجاء، واحط الرابط انشره يعني. ما حطيتش داينو كرايسيس لانه يعني شو اسمه الموضوع يخص ريزيدنت ايفل. Ah!
الباب. صوت صوت جاك. في باب كان. Hells Have Eyes فيلم سيك خرب بيته، خاصة الجزء الأول، العائلة اللي بتنحشر بنص الصحراء هاي في التريلر تبعها وبيجوهم هدوك اللي بصر شو قصتهم. فيلم مرعب، فيلم مرعب. Hells Have Eyes الجزء الثاني بقشحر، الجزء الأول مرعب والله، والله بخوف. قال لي بصارخ هو اللي خرشك، ها شايف انا ما دخلني، انا برئ يا بي طالع. ان شاء الله يعمل استبيان تاني بشكل عام. شفت أفلام سو؟ نعم، نستنى الفيلم الجديد سو الجزء الأول. بتذكر كتير منيح وين كنت قاعد لما حضرته، كنت قاعد في زاوية الغرفة هناك، حاليا محل الزاوية في مراية، بس هناك كنت حاطط جهاز الكمبيوتر اللي كان عندي وحضرته على شاشة الكمبيوتر سو 1. ولحد هذه اللحظة بتذكر الحالة اللي اجتني لما شفت آخر مشهد، آخر مشهد في فيلم سو 1، ما رح أحرق لأنه ممكن في ناس مش حاضرة. آخر مشهد في فيلم سو 1 قشعريرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ما رح أحكي عشان بلاش يكون في حدا مش حاضر، بس دام آخر مشهد كان ضربة معلم، ضربة معلم. التويست، التويست رهيب. أنا اجيت هون على أساس إيش؟ اه مش عارف والله كم جزء سو كتير. لا مثلا اخر جزء من سو ما حبيته تبع كريس روك هذا. سو بالنسبة لي برضو اول جزئين، بعد هيك كانت مشاهدة يعني للاستمتاع، مشاهدة للاستمتاع، بس سو أول جزئين واو رهيبين. يا عمي هذول اللي بصيحوا مش مبينين، يخرب بيتهم مع المطر والهذا مش مبينين، بس يعني نوعا ما عرفنا وين المفتاح وين الهاي، بس الله نحاول نركز اكتر. كريس بقول ايش قصة التصويت في صندوق الوصف عندي حاليا. اول اشي رح تلاقي رابط الاستبيان، فوت على هذا الرابط رح تلاقي مجموعة اسئلة بتخص موقع ريزيدنت ايفل، حسابات ريزيدنت ايفل على تويتر ومش عارف ايش هيك. بس اخر اخر اشي في سؤال بتقول لك كابكوم انه شو الالعاب اللي بدك نعملها ريميك. هون هذا اهم اشي في الاستبيان. انا عطول كتبت كود فيرونيكا اوتبريك. اوه
الاستبيان رسمي من كابكوم. اتوقع تشوف اضافة ايدا في حدث سمر جيم فيستيفال. ان شاء الله يا يوسف، ان شاء الله اتأمل والله. حدث قوي سمر جيم فيستيفال، حدث قوي، واعتقد في حدا حكى انه مش عارف اذا رسمي او لا، بس كنه الحدث ساعة ونص كنه او ساعتين، يعني مش قصير. ان شاء الله. وين الباب الثاني هو كان لما ركضت انا؟ هيو هناك. المشكلة ان شاء الله بصيحوا عليك انت الثاني. يلا اذا في اشي بيريح انهم بفوتوش هون. في حدث اكس بوكس اشاعات ذا ايفل وذين 3. هي في علاقات طيبة بين تانجو جيم ووركس، مش هيك اسمهم هم؟ تعيين شينجي. في علاقات كويسة بينهم بين اكس بوكس ممكن، بس انا لحد الان مش عارف شو قصة شينجي، اذا اعتزل او لا. بعدين مع هالسيرة وين انا؟ واكني استوديو تانجو جيم ووركس مملوك لإكس بوكس؟ جد؟ ماك؟ مش عارف، بس يعني هذا بيزيد مصداقية اللي حكيته انه في علاقات طيبة بينهم وبين إكس بوكس. طلعوا طلع مملوك أصلا؟ عبد الله، فهمت. إمتى حدث إكس بوكس؟ بيسأل فيصل، إمتى؟ جاوبه، ما بعرف انا. انسر، جيف اس ان انسر. لا إله إلا الله. I can hear. I know you're here. Come on man، خلاص شو هذا؟ Come on، خلاص خلاص يا ويلي ما أصعبها، خلاص. يعني أنا شفت الفخ اللي قدامي بعدت عنه، لزقت بفخ تاني. ايش هذا؟ من وين عيدوني؟ هو عمل سيف هون؟ مش من الاول؟ ايش؟ الله يفرفط روحكم بهالمكان. مللني الوضع، خلاص. اخر اشي ذا ايفل وذن 3، وبعدين راح يترك تانجو جيم وركس. الزلمة استوى، خلاص شكله استوى.
شكله بده يرتاح. جننون اللي بيصيحوا، جننون اللي بيصيحوا، جننون اللي بركضوا حوالي، وجننون الأفخاخ، ومش عارف كيف بدي أخلص من هالمكان. لعبة كوجيما حتتواجد بحدث اكس بوكس اللي هي Death Stranding 2. مش المفروض Death Stranding 2؟ ما اظنش في شي تاني غيرها. صح Death Stranding لسوني. صح والله نسيت. صح مش كيف تكون في اكس بوكس. مزبوط نسيت. هاي الفخ هو الفخ. كيف يا ما طلعش صوت؟ ما طلع صوت. ما طلع اي سي يو ولا اشي. اخبطها يا زلمة اخبطها. قطها طير مخها لعنة الله عليها. ما طلعش صوت يا سلامة. هبلش ينهدل هذا. وبعدين What should we do now? What should we do again? منين طلع هذا؟ شفت منين طلع؟ شفت الهبل؟ ليه مش عم بيسيف بعد ما اوصل المنطقة الثانية؟ هما لما بيصيحوا بيستدعوه. في بث اليوم بالليل نقول ان شاء الله.
نقول إن شاء الله. شكلي بعد هاللعبة ولعبة امبارح بدي اخذ لي اجازة سنة سنتين. انا بدي ارجع للباب. خلص افخاخ، خلص مصدقين حالكم، خلص. اصوات خفيفة. زلمة امزع رقبتها هذي، مزق. شفنا نروح. اضرب. كمان واحد هناك، ولكم بعدين يا عم كتير الوضع معقد والله. What's this? الله مش عارفين اروح، مش عارفين اروح. ناس معلقة وناس مجنونة و... اصوات خلص. شاف. ولك هداك اللي معلق، ولك امشي، ولك امشي امشي طريق من عندك يا ربي. الدرج قدام. الحلو بالموضوع انا مش عارف انا اروح اصلا، يعني حتى لو من عنده. بعدين اجد وبعدين. Time is up. Now die. شد بعدين. وصوت نفس السريع هذا يا إلهي تكراره خنق. صوته قريب. ما في خريطة. لا.
اللعبة كتير بسيطة، الإعدادات بسيطة جدا. الله صوت نفسه. يعطيك العافية. طيب طيب بعدين احنا كل منطقة بنعلق فيها اكثر من الثانية. بعدين القبيلة كلها اجتمعت. يس. عمل سيف. عمل سيف. هاي هذا المكان اللي انا بدي اوصل له. هذا What the hell. Now what. هذا المك او ماي جاد. هاري ماها مشكلة بقعد على اللغز للصبح والله ما بتفرق. المهم اخس
غيرتك تضلك تجرب. فكرتها زبطت. بدك تحدد وحده منهم على الطرف للي بهمها. بدك تحدد، بدك تثبت وحده على الطرف، يا بتثبت الحمراء او البيضاء، بتلعب بالثلاثه اللي ضلوا. بدك تثبت وحده وتحاول تلعب بالثلاثه اللي ضلوا. ليش ما بركض؟ الله يسعدكم. الله يرزقني صبرك. أنا مستمتع معكم. أنا مستمتع معكم. يعني بحس إنه إحنا كلنا عم نلعب. بدي واجهه. Let's get it over with. اوه بدي واجه الوحش. You damn monster. I've run away from you all my life. I'm tired. I can't continue. I know I'm weak. I'm terrified. But I don't care anymore. من زمان، من زمان حط العصايه في خاصرته وخلص. من زمان بتحسس تحسيس.
من زمان افقعوا هالعكازة في مخه واخلص يا ويليام. ويلك من الله يا ويليام. وكل عفو يا احلى كريس، لا الخير واحلام جميله يا كريس، الله يسعدك، شكرا على الدونيشن. هلا شفت he's a traitor to the cult, so I decided to take his life. Kill him. Mr. Smith, sorry, please. قتل أبوه؟ I'm the only reason for this. الصوت. أنا السبب الوحيد لهذه الكارثة بقول لك، بس الصوت بجنن. I am the only reason for the. I am the only reason for. شناوي لقد وصل من المريخ. كيف الرحلة؟ شناوي واتساب. شناوي من المريخ. ليش رجعنا هون؟ ايش كان بحلم؟ اللعبة بتحسسك انه نهايتها حلم. You couldn't confront your dad's beliefs. You spilled human blood without a reason. قتل الزلمة الأصغر. My father. وبنته على الأغلب. And his damn cult. They turned me into what I am. A monster. I have no strength left, but they all got what they deserved. My child, I taught you to accept your sins, try to atone for them. Instead, you chose to kill, to wash away your sins. This is not how the Lord wants you. Father, I'm scared. I don't want to die. Ask for the Lord's forgiveness. Be strong, my boy. I'm tired. I feel cold. I'm sorry. I was weak. I was weak. Ish! Listen. أنا إذا في إشي بكرهه بحياتي، إذا في إشي بكرهه بحياتي هي النهايات السريعة. النهايات السريعة اللي هو تستفزني وبحس حالي يعني لا. بكره النهايات اللي تشلفق السريعة. يعني للأمان امبارح لعبة ديمير اوكي جننتني بالآخر، آخر تو سيكونس جننتني، يعني شو الهبل اللي صار، ولكن احترمت جدا انهم اعطوني نهاية طويلة معبرة مليانة بتفهم، لان اندمجت آخر اشي امبارح في ديمير، اندمجت مع ساندمان وبنته والشركتين ومرت سامويل. I mean it's nice.
احترمت الموضوع. بكره النهايات اللي تشلفق على الفاضي، ما صار شي شي. ما فهمت شو صار اصلا انا. يعني باختصار هذا الزلمة ابوه انجن، قتل عائلته لانه فكر ياخذ عائلته ويطلع من موضوع الطائفة. الاب انجن قال شو تطلع من الطائفة؟ لا يا حبيبي بدناش نطلع من الطائفة، بدك تصير زيي. قام قتل له عائلته، فهذا صار زيه وعمل جرائم في المكان اللي هو فيه، ومن الصدمة فقد الذاكرة. هاي بكل اختصار. ولما استرجع الذاكرة بقول له انا ضعيف، انا مش قادر اكمل، انا ضعيف. خلصت اللعبة. فيش اسرع من هيك ملخص يا احمد، هذا هو الملخص كله. هذا هو الملخص كله. كونغراتوليشن. وهذا البريتشر حاول يساعده ويعطيه الطريق الصحيح للتكفير عن خطايا، ما قدرش يمشي على الطريق الصحيح، ما قدرش غير انه يتبع خلينا نقول لعنة ابوه. هذا هو الاشي اللي قدر يعمله، يتبع لعنة ابوه، وابوه سيطر عليه لما بالاخر، لانه اكتشفنا اللي هو انه هو اللي قتل اللاجئ الاسمر، هو اللي قتله، مش انه والله ما قتلوش، قتله لما قال له ابوه اقتله، قتله. شو يعني نيس؟ ماذا تعني بكلمة نيس؟ ما بحب النهايات السريعة تستفزني. أعطيني مشهد على قليلة دقيقتين. أقل ما فيها 2 minutes. 2 minutes كاتسين. دقيقة ونص. 90 ثانية. It's nice. النهاية غريبة. طب بعد شو صار فيه يعني؟ يعني مش فاهم. طب بعدين شو صار؟ أنا ضعيف وهداك بعمل له. طب بعدين يعني شو صار بالزلمة؟ أنا زيك في البداية القصة غامضة وحمستني أكمل. صحيح تصميم المراحل مش بطال، الجيم بلاي كويس، الصوت فيه كتير مشاكل. الصوت فيه كتير مشاكل، بيقطع وفي صدى وبسكوت الصوت فيه كتير مشاكل. على المهم انبسطنا، المهم هذا اهم شيء عندي عمي. المهم انبسطنا، استمتعنا، غيرنا جو، ختمناها، هذا اهم شيء. ضحكنا، عصبنا، تزحلقنا، عملنا نظام غذائي. ما عجبش كريس. النيس يساوي قنفذ. جد قنفذ اللي هو سونيك؟ النيس يساوي سونيك؟ اللعبة فيش فيها ألغاز، اللعبة يعني أغلب ألغازها كيف تهرب، أغلب ألغازها كيف تهرب. أذن الفجر على فكرة. طيب أصحابي الجميلين، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معايا وضحكتم معايا وغيرتوا جو معايا يا جميلين. شكرا من القلب للحضور، شكرا من القلب للحضور، حضروا بصمت بالشات. شكرا للحط لايك حبيب القلب كريس، شكرا على الدونيشن يا جميل، واحلى خالد كيو ومعاذ موسى واحلى ايثون ملك الجفت سب. شكرا يا عبد الرحيم عمودي على الانتساب في البي اس اي، تجديد الانتساب. شكرا من القلب على الدعم والحضور يا احلى جيكسو، والله يديم الصحبه. انت كريستوفر ريدفيلد، هذاك كريس وانا كريستوفر التوأم. ايفا لا الخير يا كريبي. تلاقوا ألف خير وأحلام سعيدة وجمعة مبارك يا حلوين، وإذا ما منعني إشي بشوفكم الليلة إن شاء الله. تصبحون على ألف خير، دمتم بكل الخير، أند سيوليترز يا أحلى أرجيترز. تصبحوا على ألف خير.